مرحبا بكم متابعينا. ضمن حملة الإيقافات اللي شهدتها البلاد التونسية في الأيامات هذه من سياسيين نافذين في البلاد ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، يتم أيضا البارح إيقاف المدير السابق المكتب حركة النهضة فوزي كمون. وقامت فرقة الحرس الوطني بالعوينة بإيقاف فوزي كمون بتهم اختيارة متفاوتة، منها التآمر على أمن الدولة وتحريض الشعب التونسي على التظاهر والاقتتال من أجل تغيير هوية الدولة التونسية، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي وقبول أموال من الخارج. فوزي كمون كان مدير المكتب رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، وكان بمثابة اليد اليمنى اللي لا تلتوي الراشد الغنوشي، بالإضافة إلى أنه كان مقرب جدا لراشد الغنوشي ويعرف أسرار اختيرة من شأنها أنها تفضح راشد الغنوشي وتورط جميع قيادات حزب حركة النهضة ومخططاتهم في التنكيل بالشعب التونسي، بالإضافة إلى أنه فوزي كمون كان من القيادات القلالة اللي كانوا يستطيعوا الوصول إلى الطابق الخامس من مقر حزب حركة النهضة اللي يقال أنه يحتوي على أجهزة استخباراتية متطورة للغاية وتفوق حتى أجهزة المخابرات اللي لدى الجيش التونسي، بالإضافة إلى آلاف الوثائق اللي موجودة داخل الغرفة هذه واللي تمت سرقتها من رفوف المحاكم واللي تدين جميع جرائم قيادات حزب حركة النهضة وعمليات تحيّل يلهم على الشعب التونسي. ومن المفترض انه فوزي كمون يعرف كل هذا، وعملية ايقافه هذه من شأنها انها تكشف الكثير. في اخر الفيديو ان شاء الله ربي ظهر حق الشعب التونسي، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.